أهلا بكم أعزائي. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي صرح وطني يقدم لنا نماذج مشرفة لدعم العلم والعلماء على مختلف أفكارهم وانتماءاتهم العلمية، وأيضا تقدم المؤسسة جائزة سنوية لتشجيع العلماء داخل وخارج دولة الكويت. حول مسابقة الكويت للمحتوى الإلكتروني، يسرنا أن نلتقي المهندسة منار الحشاش أمين عام جائزة الكويت للمحتوى الإلكتروني مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. أستاذة منارة، مساء عليك بالخير، سعيدة جدا بتواجدك معي. مساكم الله بالخير ومشكورين على هذه الاستضافة. نعم، بداية يعني نعطي أسادة المشاهدين فكرة عن ما هي أو مفهوم المحتوى الإلكتروني. طبعا كترم أو كمصطلح الآن أصبح شوي متداول بشكل أكثر من السابق، لكن لا زال غير واضح لشريحة كبيرة من الناس، فيهمنا جدا أن احنا ننشر هذه الثقافة بحيث أن الناس تعرف شنو نقصد في المحتوى الإلكتروني. المحتوى الإلكتروني هو المواد اللي الإنسان يقدر يطلع عليها، يقراها، يسمعها، يشوفها فيديو من خلال شبكة الإنترنت أو من خلال وسائل وأدوات التكنولوجيا. بمعنى يعني دائما الناس تقول شنو أهميته، يعني شنو الشيء اللي بنسويه بالكويت اللي ما سووه في الدول الأخرى مثلا. الجواب ببساطة إن لما يكون الجهاز متوفر بإيد كل شخص، وهذا مثلا حالنا في دول الخليج على سبيل المثال، وفي اتصال بشبكة الإنترنت، فأنا بعد ما الشخص يستخدم جهازه للاتصال بشبكة الإنترنت، السؤال اللي بعده شنو بسوي على الإنترنت؟ هل في شيء مفيد لي أو لا؟ هل في محتوى مفيد أو لا؟ قد يكون في محتوى موجود من إنتاج ناس في أمريكا، ناس في أوروبا، لكن ما هو في لغتنا الأم، ما يقدم معلومات تمس مجتمعنا وتخدم مجتمعنا. بمعنى لما يكون الشخص حاب أنه يسوي بحث، خلنا نفترض أنه هو طالب يبي يسوي بحث عن دولة الكويت، مدرسة مكلفينة مثلا، هل يقدر اليوم يحصل على هذه المعلومات وهو قاعد في البيت؟ نعم أم لا؟ مع العلم بأن كل طالب اليوم عنده إمكانية أنه هو يحصل على جهاز، سواء هو يملكه أو من خلال أهله، وفي اتصال بشبكة الإنترنت، يعني متعب. كل أسرة موجود هذا الاتصال. إذن وين المشكلة؟ المشكلة في المحتوى نفسه اللي هي المعلومات اللي تتكلم عن دولة الكويت وتاريخها. فالفكرة إن إحنا عندنا إمكانية اتصال بشبكة الإنترنت وعندنا أجهزة متوفرة، ولكن للأسف المادة اللي تقدم لا زالت متواضعة. الهدف من وجود هذا النوع من المسابقات هو لتحفيز الناس اللي هم أفراد المجتمع إن يشوفون شنو حاجة مجتمعنا ويبدون ينتجون مواد تخدم المجتمع. فهي قد تكون مواد مكتوبة، نصوص، قد تكون فيديو، قد تكون أوديو مسموع، ملفات صوتية. يعني لو ندخل على يوتيوب مثلا راح نلقى ملايين ملايين من الفيديوهات، لكن كم فيديو منهم يخدم أفراد مجتمعنا؟ لازم تكون من بيئتنا يعني ناتجة من بيئتنا، عبارة عن سد لحاجة موجودة في المجتمع. حلو. طيب الجهات اللي حصلت على المراكز الأولى؟ طبعا احنا عندنا في المسابقة 8 جهات. انا يعني عشان بس لا الخبط لان النتائج جديدة، فابي يعني قبل اسبوع طبعا بالكامل احنا عندنا 8 مجالات، كل مجال في مركز اول وثاني وثالث، التفصيل كله موجود من خلال موقعنا. لي بس اختصارا عشان الوقت راح اذكر المركز الاول مثل ما تفضلتي من كل مجال. مجال الحكومة الالكترونية، في عندنا النظام الالكتروني لمجموعة معاينة الآبار، إحدى شركات البترول، أنجزت مشروع رائع جدا، يعني أخذ منهم تقريبا شغل 3 سنوات متواصلة لوضع الداتا أو المعلومات الخاصة في آبار دولة الكويت من بداية المعلومات وتوفرها في شركات البترول. إحنا قاعد نتكلم عن تاريخ الصناعة النفطية في دولة الكويت، أصبح الآن متوفر بشكل ديجيتال، فبالتالي هذا راح يخدم العاملين في هذا المجال، الباحثين في هذا المجال، لأن تخيلي لما تكون معلومات متوفرة في ملفات موجودة في مكان ما، وعشان الشخص يطلع عليها يحتاج أنه هو ياخذ إذن ويروح ويشوفها في ساعات محددة. في المقابل وفروها بشكل ديجيتال،
تخيلي مدى الفائدة. مكتوبة لا هي statistics إحصائيات وأرقام كلها مكتوبة. فهذا بالنسبة لمجال الحكومة الإلكترونية. مجال الترفيه الإلكتروني لعبة اسمها Bubble Rumble، وهي يعني دائما نشدد بأن الترفيه الإلكتروني لازم يكون في محتوى مفيد. صح. يعني ما يكون أكشن وعنف ودم ومشاهد يعني ما تكون لائقة، لازم يكون في قيمة للمحتوى اللي يقدم من اللعبة. فهذه كلها إنتاج كويتي وتقدم قيمة، يعني حتى لو كان مبهر الشكل الخارجي للعبة ولو مستخدمين أفضل جرافيكس، إذا ما في مادة قيمة تضيف للشخص سواء صغير سواء كبير، لأن الترفيه للأسف الناس تعتقد أن الجيمز بس للصغار أو بشكل ونمط معين. الترفيه لكل الأعمار، لأن كل إنسان يحتاج يأخذ بريك في يوم ما يرفه عن نفسه، خصوصاً أن الجهاز موجود بيده بالضبط يعني. فلازم يكون شيء ذو قيمة. المجال اللي وراه اللي هو الصحة والبيئة الإلكترونية، اللي حقق المركز الأول هو تطبيق أبي دكتور، لأن في عندنا خلينا نقول حاجة أن الأفراد يبون يوصلون للأطباء والمختصين، ولكن عندنا شريحة كبيرة جدا من الأطباء كاختصاصات، من ما بين عيادات خاصة، ما بين مستشفيات، ما بين عاملين في القطاع الحكومي. فهذا يعتبر من التطبيقات اللي لبى حاجة موجودة في مجتمعنا في دولة الكويت. التجارة الإلكترونية فاز بالمركز الأول مشروع أو موقع فشفشمي، هو عبارة عن موقع لمحبين الرحلات البحرية، من اسمه فشفش فشمي، من المشاريع الكويتية اللي أيضا لها انتشار خارج دولة الكويت. يعني نطاق حجز مثلا أن الواحد يحجز، يعني أنا ماني خبيرة وايد بالرحلات البحرية، بس الرحلات بالضبط تنسيق الرحلات البحرية سواء في الكويت أو في مناطق أخرى. حلو. لكن هو الموقع كويتي بأيادي كويتية، ومن المشاريع اللي أنا شخصيا أعتقد بأن هذا واعد جدا، وراح نسمع فيه يمكن بعد سنة سنتين ثلاثة، إن من قصص النجاح اللي راح تحقق يعني قفزة في مجالها. التراث الإلكتروني فاز موقع تراث الكويت، ويتكلم أيضا عن من اسمه يعني عن تراث دولة الكويت. نعم. التعليم الإلكتروني للأسف المركز الأول حجبت الجائزة، لأن لجنة التحكيم رأت بأن وفقا لمعايير التقييم المشاريع المشاركة المتنافسة ما في مشروع يعني وصل خلنا نقول أو حقق كل المعايير بالمستوى اللي هو يكون مركز أول. في مشاريع واعدة لو يتطور شوية، بس شيء بسيط يعني شوية عشان هالمعيار، شوي نرفع من مستوى مثلا جودة المعلومات إلى آخره، تشترك مثلا في السنوات القادمة وتحقق نتوقع لها نجاح. العلوم الإلكترونية المركز الأول حقق موقع يعلم الصغار شلون يبرمجون، شلون يبرمجون روبوت، بدل ما يتعلمون لغة البرمجة الصعبة حولوها لهم إلى كأنها لعبة تركيب. فهو بالضبط يعني قريبة من البازلز، بس كأنها قطع يركبونها، وهو الموقع يترجمها إلى كود، والشخص اللي قاعد يتعلم راح يشوف الروبوت قدامه قاعد يتحرك، يعني كأنه يستجيب. حلو. للبرمجة، اللي هو مشروع سنوبول. الاحتواء الإلكتروني هذا آخر مجال معانا. المركز الأول المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة، فيها آلاف المصادر عن الدين الإسلامي، وهي اللي حققت المركز الأول. يعني هذا يعني على عجالة أبارك لهم كلهم فائزين، وأيضا نحن أيضا ودي أذكر لهم. يعني الكل، لكن هذين المراكز الأولى. نعم. طيب إذا يعني في إطار الحوار وحديثك منار، قلتي إن في مقاييس معينة، نبي نتطرق حق هذه المقاييس، خصوصا إن في جائزة حجبت. معايير التقييم، أول شيء أحب أقول كمعلومة مهمة جدا يهمنا ان احنا ننشرها، ان هذه المعايير موجوده في موقع الجائزه، يعني معلنه للجميع. لان اذا الشخص المشارك ما عرف على اي اساس بيتم تقييمه، شلون يبدا يحسن مشروعه او يشوف وين النواقص اللي عنده عشان يستكملها. فالشفافيه موجوده بالكامل، المعايير اللي تم استخدامها منشوره للجمهور من خلال موقعنا. بالنسبه الحين للمعايير، اهم معيار
للمحكمين هو جودة المحتوى، المادة نفسها هل هي شاملة؟ يعني لما نقول احنا نتكلم عن تراث الكويت، هل هي مثلا غطت أكثر من جانب في تراث الكويت ولا اقتصرت على شيء واحد بس؟ جودة المادة أو المحتوى أيضا تشمل دقة وصحة المعلومة، يعني أيضا خطر جدا أن مثلا شخص يروح يكتب معلومات بس عشان يعبي، ممكن تكون معلومات خاطئة، يعني كان في تصحيح وتدقيق. أكيد 100%. شمولية المحتوى أنها تغطي، يعني على حسب إذا هو قال أنا هذا الموقع يخدم مثلا مجال معين، لابد أنه فعلا يكون يخدم هذا المجال بالكامل. هذا أهم معيار بالنسبة لمعاييرنا الستة. المعايير الأخرى أنه يكون سهل الاستخدام، يعني شنو فائدة أنه يكون مثلا لو افترضنا أنه موقع إلكتروني أو تطبيق على أجهزة الموبايل، شنو الفائدة إذا كان صعب الاستخدام؟ صح. حتى لو كانت المعلومات قيمة، يعني دائما أبسطها أقول لهم تخيلوا كتاب أبيض وأسود، ما في صور، ما في رسوم توضيحية، ما في تنسيق، وفي المقابل الواحد عنده بدائل فيها تفاعل. أي هو تفضل تاخذ المعلومة من خلال فيلم وثائقي على التلفزيون ولا من خلال كتاب يكون جامد؟ دائما السهولة في طرح المعلومة وطريقة طرحها، يعني لا يكون تفاعلي زيادة عن اللزوم اللي يشتت المتلقي، ولا المبالغة، ولا المبالغة. نعم. عليك نور. فهذا بالنسبة حق سهولة استخدام المشروع. استخدام الانتراكتيفيتي، التفاعلية، يعني احنا اليوم في 2015 وفقا للعالم الرقمي اللي احنا اليوم قاعدين نعيش فيه، التفاعلية موجودة بشكل رهيب، يعني الناس تاخذ وتعطي مع المادة. هل انا فاتح مجال من خلال مشروعي للتفاعل؟ هل الشخص لازم مضطر انه هو يمر على كل المادة عشان يوصل لنقطة معينة، ولا المشروع الالكتروني يتفاعل معاه؟ يعني انا اقدر اتحرك اروح من مثلا فصل الى فصل اخر، انتقل من مرحلة الى مرحلة اخرى، اقدر اتواصل معاهم، احط كومنت، انشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. هذه النوع من التفاعلية مهمة جدا اليوم، يعني وتعتبر من أحد المعايير. نعم. الخاصة بالتقييم. باقي ثلاث معايير: جاذبية التصميم واستخدام المؤثرات اللي هي المالتي ميديا. نعم. هذا بالضبط. الجودة الحرفية، يعني استخدام لغات البرمجة وتصميم التقني الفني اللي هو مو اللي نشوفه على الشاشة، لا، ما خلف الشاشة، برمجة النظام نفسه لازم تكون برمجة جيدة علشان تقدر تعيش، لأن إذا كان برمجته يعني وقتية، يعني شيء مثل ما نقول تلزيق، يعني في ناس تلزق صفحة على صفحة فتطلع لك موقع، فلما تين بعد فترة تبين تضيفين عليه، تبين توسعينه، تبين يكبر المشروع، راح تستدمين بواقع أنه غير قابل أنه هو يعني يكبر كمشروع. آخر معيار هو الأهمية الاستراتيجية للمشروع في تطوير مجتمعنا. يعني قد يكون رائع وكذا، لكن يعني ما له أهمية استراتيجية، ما يخص مجتمعنا مثلا. هذا من يعني أهم المعايير اللي ينظرون لها لجنة التحكيم. هذا بالنسبة للمعايير. ماذا بالنسبة عن شروط الاشتراك بالمسابقة؟ شروط الاشتراك بشكل عام هي وفقا لما هو متبع طبعا من قوانين في دولة الكويت، يعني حقوق الملكية الفكرية لازم تكون محفوظة، يعني ما يصير يشترك معانا موقع مثلا ومستخدم صور ما يملكها. لازم على الأقل يكون مستأذن من صاحب الصورة، عنده تصريح باستخدامها أو شاري حقوق الاستخدام، لأن هذا يعتبر نشر طبعا. فمثلا هذه من أهم الشروط. الشرط الثاني أو اللي هو يعتبر احنا دائما نبدي فيه الأول، إن ما يكون شيء يمس الأعراف والعادات والتقاليد، يعزز العنصرية والطبقية والفئوية، هذا يستبعد تماما من المنافسات. أيضا الشرط الآخر إنه هو يكون إنتاج كويتي، مو بالضرورة الأفراد، لأن احنا بالعكس احنا كمجتمع نتعايش مع أقراننا من الجنسيات الأخرى. يعني بالضرورة أن يكون من إنتاج كويتي 100%؟ مو كأفراد، كفريق. يعني إذا كان في مثلا فريق في شخص كويتي وشخص غير كويتي، في النهاية احنا الفائدة تعود على المجتمع الكويتي، لأن في شخص من هالمجتمع اشتغل، فمرحب بالجميع بالاشتراك، بس انه يكون انتاج دولة الكويت، يعني فريق في دولة الكويت.
تصير معنا حالات مثلا انه يكون فريق من جنسيه معينه يبي يشترك معنا مقيمين في دوله الكويت ومو مشتغلين مع كويتيين، مشتغلين بروحهم. الخطوه اللي احنا نقدر نقوم فيها ان نوصلهم مع افراد الجائزه او المسابقه الشبيهه لمسابقه الكويت في دولهم. نعم. فنوصلهم مع بعض ونخليهم يشتركون من خلال مسابقتهم في دولهم. الجهات المشاركه حكوميه ام قطاع خاص ام جهد خاص؟ الكل متاحه للجميع. القطاع الخاص ممكن يشترك، القطاع الحكومي ممكن يشترك، المجتمع المدني والافراد، لان في النهايه احنا نركز على الاند ريزلت، على النتيجه النهائيه. مثلا لما نقول مشروع حكومه الكترونيه، يمكن فرد مسوي مثلا ابلكيشن يخدم المواطنين في مثلا بروسس معينه، قد يكون فرد مو جهه، لكن في النهايه قدر انه هو يقدم الخدمه او لا. فالمجال مفتوح لكل الجهات على حسب الاند ريزلت او على حسب المشروع النهائي اللي يتم تقديمه. 24 جهه او شخص فازوا عندكم بالمسابقه؟ نعم، هو 25، لان صار في عندنا جوائز مكرره خذوها بالمناسبه. الاجمالي 25 مشروع، وعندنا تكريم شرفي لاول مره هذه السنه، اللي هو تكريم لمشروع طلبات.com. طبعا الفكره ان طلبات.com لا مسيره مع جائزه الكويت محتوى الكتروني من تقريبا 10 سنوات. سبق للفوز، واخر مشاركه لهم كانت معانا السنه اللي فاتت، وعقب ما فازوا بالمركز الاول رشحناهم لتمثيل دوله الكويت في المنافسات العالميه، وحققوا الفوز على المستوى العالمي، وتم تكريمهم في فبراير الماضي. بعدها صارت الصفقه اللي هي صفقه شراء طلبات.com من قبل الشركه الالمانيه. فبالتالي يعني طلبات.com يعتبر قصه نجاح كويتية خالصة 100%، عاصرناها من يومها صغيرة إلى أن وصلت إلى المستوى اللي هي فيه الحين، وتعتبر مثال ناجح جدا يحفزني حتى أنا شخصيا على المستوى الشخصي. فبالتالي لما نقوم بتكريم المشاريع الكويتية الجيدة هذا العام، صعب جدا أن احنا نقول هذيل الفايزين وما نيب سيرة مشروع كان له تاريخ بكل خطواته. نعم. وحقق نجاح ساحق ويكون له تكريم شرفي هذه السنه ان شاء الله. الشاشة وصلنا مع الختام، كل الشكر لك ونتمنى لكم كل التوفيق، وايضا نبارك للي فازوا في هذه المسابقه. مشكورين على الاستضافه، وارد مره ثانيه اهني اللي فازوا معنا. شكرا لك. اذا اعزائي متواصلين معكم، حيث كليه التربيه الاساسيه احتفلت بثله من الطلبه والطالبات الذين اجتازوا الاختبارات ووصلوا الى مشارف العمل في كافة القطاعات. وجدير بالذكر أن مخرجات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعمل في كافة الوزارات والمؤسسات كمخرجات وطنية مدربة وقادرة على سد حاجات السوق المحلية.